أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما معنى بأن الملائكة تصلي على المصلين ما داموا في مصلاهم؟ وهل يشمل هذه الأيام من من الله عليه بالتبكير إلى المسجد؟ نعم، الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة هذا في صلاة، والملائكة تستغفر له ما دام ينتظر الصلاة، فانتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أجر عظيم إذا جلس ينتظر الصلاة، أو صلى الصلاة الحاضرة وجلس ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.